كملي يا سامي. الاستئناف حق من الحقوق القانونية للمتهم، وعليه أن يقدم للمحكمة الدلائل التي تثبت براءته. كل واحد يطلع بخمسة وسبعين جنيه، وأوعى حد يقول لا. خمسة وسبعين جنيه إيه؟ استرليني؟ دي آخر سنة لنا في الجامعة، وكمان أنتوا عمركم ما رحتوا رحلة أسوان معانا. هات يا صلاح. أسوان دي بتحب الهدوء، عشان كده أنا بروحها مع العيلة. طب هات أنت يا سامي. العزة يا حبيبتي، انت عارفة انا كل سنة بقضي الاجازة في العزة بتاعة بابا. ده مبلغ تافه، وبعدين كل اصحابنا طالعين. بقولك ايه يا عزة حبيبتي، ما تسيبينا نذاكر احسن، خليك امورة كده. تحرين انت الخسرانين. انا رائد، احنا الخسرانين. كويسة عزبة بابا دي جت نيلة في حظنا الهباب. دي بالظبط زي ما انت بتسافر دايما مع العيلة. تعرف يا صلاح، انا نفسي غمض عيني وافتح التانية الاقي نفسي خلصت السنة دي ولاقي شغل بسرعة، عشان ما اضطرش ارجع بلدنا واقعد في وش مرات ابويا وقرفها هي وعيالها. هانت يا سامي، بقولك ايه، ما تعدي عليا النهارده في الشغل عشان نخرج مع بعض شويه. امتحان الليسانس قرب يا صلاح، خلينا نخلص بقى من اللي احنا فيه ده. ما فيهاش حاجه لما نفرج عن نفسنا شويه، وادينا بننجح اهو. مش كفايه محمل ابويا الغلبان اكتر من طاقته، ومخليه مستحمل كلام مراته اللي يسم البدن؟ ما كانش ليها لازمه الجامعه، القرش اللي تبعته ليها حد من العيال السبعه اولى بيه. اسكت يا صلاح، اسكت، ما تفكرنيش بالولاد دي احسن فرساني، خلينا نركز في المذاكره احسن. خديني معاك، خديني معاك. الاكل بالشمال حرام، بص كله وانت ساكتين. عيال تسد النفس، ذوقي دي من ايدي. يا رب توب عليا بقى، اربع سنين وانا في الغلب ده، انا هلاقيها منكم ولا من القلقاس الملزق ولا الرز المعجن ولا الملوخيه الساقطه. هي من دي اللي ساقطه؟ اتلهت ليه، كانت خيبه. لو سمحت افندم، صلاح مصطفى موجود؟ لحظه واحده، هندول شكت من المطبخ. شكت. صلاح. ايه؟ في مزمزين عذاب. فين؟ في المطعم. مساء الخير. مساء النور. اي خدمه يا فندم؟ في سكالوباني، فيلي، همبرجر، شيش كباب، اورديف، اي اوامر؟ عايزه صلاح. نعم؟ صلاح، صلاح مصطفى، ايه ما تعرفوش؟ اتفضل خليه بره. ايه اللي جابك بدري؟ انا لسه ما خلصت الشغل. ما يا صلاح، انا اصلي كنت اصلك ايه؟ ده مكان الاكل، يعني الطاقه هنا معيد شهر، وانا موضب عزومه، انما ايه؟ ارضيحي يا دوب سندوتشين فول وزيتين كازوزة. بقولك ايه صلاح، هو اللي ياكل هنا وما يدفعش فلوس يعملوا معاه ايه؟ ولا حاجة، يا يودوه الاسم يا يخلوه يغسل صحوب. علاء، قومي علاء عشان تلحق المدرسة. علاء، علاء قوم عشان تلحق المدرسة، قوم. هات اللحاف ده، الدنيا برد. قوم يلا، قوم قوم يا علاء. يلا يا عيش، صح اخوات، على بالي انا نعمل الشاي. يلا لحسن اتأخر على المدرسة، اعملي لك حنة كده بلاش الكسل ده. يلا يا حبيبتي. قومي يا بت، قومي اصحى عشان المدرسة، يلا قومي. انت يا ولد مقلبين، اصحى عشان المدرسة، يلا اصحى. طيب. انت يا ولد تاني، قوم قوم فز عشان المدرسة، يلا. يا سيشحاتة. يا عبدو مشيني يا ابني بخمسين سعر. ايه ده، دول بخمسين سعر ليه؟ هي الفولة بتقف عليك بكام دلوقتي؟ يلا ده الواد ابني دبة ياكلهم في لومة.
بيعمل الرغيف ودنه قطه ويشيل. يلا يا عيشة. عيشة شهدي. ماما. نعم يا حبيبتي نعم. تعال تعال اقعدي. عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ لا بركي شرابي. طب ما تروحي تشوفي اخوك حسن يمكن يكون لابسها. طيب يلا اجري روحي اجري. مع السلامة. طعمية العيش الفطار يا ولاد. يلا يا ولاد الفطار على مخلوقكوا على مخلوقكوا. شوف يا ولاد كل واحد طعمية والرغيف والفول نغمس نونو نونو. دي انت ايه اللي عامل ساعات؟ ما تعمليش شعر كنين. قولي الاخر. اختي اعملي لي شعر كنين. اما تفطري بقى هاتي الضفاير وانا اعمل لك شعر كنين. شو بطلي بقى. لسه ما خلصتوش الغدا بتاع كل يوم. طب قول صباح الخير الاول. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا اخويا. طلع طب صباح مخلوق ما يا ايوه يا فندم لو اتكلمت مش هتلاقي حاجه خالص. وادي علاء صاحبك اللي حفن عليا كل ليله ده هيجيب لي ان شاء الله لي العظام. انا برضه اللي بسحبه. انا اسف انا غلطان. ارجع ماما بيعمل لي حاجه. مش لازم اكسر اخواتك الاول. على راي المثل ما اشتغل عيان حلو يبان. فين اوراقك؟ ما انا كنت جايه اسال على وده وقت سؤال. ما هو انا اصلي كنت جايه اسال على الاوراق المطلوبه. هات شهاده الخبره وشهاده التخرج دول اهم حاجه. اسكتوا شويه. ايه ده؟ اسمعوا احنا هنا بنعين من غير وفد. اللي معاها كارت اتفضل. احنا المهم عندنا الكفاءه والجوده والمهارات الفرديه. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن اتفضل. مش عاوز دوشه اتفضل. اخلعي انت وهنبقى نبعت لك بكره. يلا خدي الباب وراكي. اتفضلي يا انسه. ساميه واخر سنه ليا في كليه الحقوق ولو حكيت لك ظروفي هتسلمني الشغل من دلوقتي. وخطك حلو يا ساميه. زي سلاسل الدهب. قشطه يا باشا. تشربي ايه؟ انا هطير من الفرحه يا صلاح. محرم بيه وعدني اول ما اخلص امتحان يسلمني الشغل على طول. يا سلام يا سلام لما هقبض اول ما هي هجيب كل اللي في نفسي وهحوش كمان. بقول لك ايه انت نسيتي اهلك في البلد ولا ايه؟ اهلي ده ايه بقى؟ هو انا بعد ما اخد الليسانس اروح اقعد مع اهلي كمان في بلدنا؟ لا يا استاذ انا حياتي خلاص بقت هنا معاك. صلاح انت مجنون. يلا بينا بقى احسن وقت خدنا. انا ما يتضحكش عليا بعاش بس محرم. مين قال كده؟ كله هيمشي بكيفك. قشطه يا باشا صحتك. Thank you.
اتفضل يا صلاح. شكرا يا فندم. انا سبق وعدتك انك هتشتغل عندي وانا عندي وعد. دي امنيتي يا فندم، وربنا يقدرني واظبط لسيادتك اني محامي كويس قوي. على بالك شويه. استاذه سوسه تعالي لي شويه من فضلك. المحامي الجديد يلزمه فتره تدريب كبيره جدا عشان يقدر يتحمل المسؤوليه حتى لو كانت القضيه صغيره. ايوه يا فندم. الاستاذه سوسه، الاستاذ صلاح. صلاح كان من الطلبه الممتازين عندي في الكليه، ومن النهارده هيكون زميلكم في المكتب. عاوزك توري له الشغل ماشي ازاي. حاضر يا فندم، اتفضل معايا. شكرا. اتفضل يا اخويا. ما تقشر البصل ده وساعدني. البصل بيتعبني يا حسنيه، بيخليني ادمع. انا فصصت فوق وبفعص صباحا، انا لسه مخلص الغسيل يا حسنيه. طب وفيها ايه يا اخي؟ انا ما عنديش شغاله والحمل عليا تقيل. انا الشغاله يا ست. رأيك ايه في الموضوع؟ موضوع ايه؟ موضوع الواد ابننا صلاح. وانا مجنونه بقى عشان ما اجيب واحده يا اخويا تكتم على نفسنا واحنا ناقصين زحمه؟ يا حسين يا ده ابننا البكر، ومهما كان لازم نحاج عليه قبل ما يطفش مننا. وهو هيروح فين يعني؟ بعدين احنا لسه يا اخويا ما شفناش خيره، هو اول ما يطلع له ريش يقول يا جواز. الله، مش احسن بيرضي بربنا يا حسين؟ ما هي لو كانت جوازه كويسه انا ما كنتش قلت لا. لكن هو يا اخويا الوحيد اللي بيشتغل في اخواته وبيساعدنا في مصروف البيت، وانت فاهم الباقي بقى. خدي الطماطم. ايه اللي انت عملته في نفسك كده؟ كده ضرب نفسك وانت ما فيش حاجه تعملها. ايه اللي انا بتعمله؟ مش عايزك تعمل حاجه خلاص. يا حسنيه ما حدش عارف الخير جاي منين، مش يمكن البنت دي يطلع وشها حلو عليه وعلينا. بكره يا اخويا تقسيها عليا وعليك وعلى العيال كلهم وتقول له كل قرش بتكسبه بتديه لهم هي اولى بيه. صلاح يستحيل يعمل كده، ده ابن حلال ومؤدب، ده تربيه ايدك. خشي خشي قولي له انك موافقه، فرحيه يا حسنيه. انا عارفه ان هو مسلطك عليا. الواد مظلوم، قولي موافقه، خليني اخش افرحه. هقول ايه؟ انا عارف ان انت قلبك طيب وكنت هتوافقي. على رأي المثل، ان عمل ولا ما عمل خايب ومتعوس الامل. ايه يا اخويا بتفكر في ايه وشايل هم الدنيا ليه؟ هي لا اول ولا اخر واحده هتتجوز وتقعد مع اهل جوزها. ما قلتش لا، بس يا عديلة ما تبسبس يا راجل فوق بقى. خلينا نلتفت لتربية العيال الصغيرين، هنفضل شايلين همها لحد امتى؟ العريس مش هيدفع مهر يا عديلة. ولا انت هتجهز؟ هو كان طلب منك حاجة يا راجل؟ ده شبان الايام دي كلهم بيجهزوا نفسهم سوا حتى بعد الجواز. يعني اوافق؟ طبعا على بركة الله. ألف مبروك يا أبو صلاح. الله يبارك فيك يا وسام، عقبالك يا ابن خالتي. لا مش هيحصل وحياتك.
امي يا اختي تعشي المعازيم اذا كنت ناويه تعشيهم. حاضر يا اختي حاضر. مش كده يا حسنيه. اسكت انت، دي جوازه سكه مضروبه في السوق. بلا خيبة، هي دي جوازة دي؟ فيها عروسة تتزف بشنطة هدومها؟ يعني يا حسنية هو ابنك كان دفع فيها أبيض ولا أسود؟ يا أخويا دول ما صدقوا زحولوها علينا وعليه. يا بت كفاية، يا بت حمادي، إيه ده؟ يا بت حمادي بقى، الله! يا أخويا، أدي اللي خدناه من جوازة المحروس ابنك. يا بت رجلك زي الدبابيس في جنبي. يا بت نامي بقى، ما تنامي. مش جايلي نوم يا ماما. مش جايلك نوم؟ طب اتخلدي بقى، ايه طول النهار عماله تلغي ومفيش حاجه بتبان عليكي. يا ابني معلش، ناس تنام على السرير وتتغطى وناس تنام على الارض وتتقلى. معلش يا ابني معلش، فوق وايه؟ اصحوا بقى اصحوا يا اختي، ما تصحوا. يا بنت تعدلي عشان اغسل لك وشك. يا عيشه الصابون ده غلط عينيا يا عيشه. انت غلبويه ليه؟ ما تغلط بقى يا اخي بقى، هو كل يوم الغلط ده؟ ما تشتغلوا بقى شويه يا قلت كل يوم كده. مبروك يا عروسه. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيكم. يلا يا ولاد. يا اختي ابوك عاوز يستحمى. انا اصلي. انا بشكرك قوي يا اختي يا حبيبتي على انك ولعتيلي الوابور. بس على الله ما يتفيش بقى، ده من امبارح هو عمال يشحى. هو مين ده؟ الوابور. اصل يا دوبك كده حبه الجاز اللي جواه يا دوبك يعني يستحمله عمك مصطفى. صلاح انت ابوك بيستحمى كل يوم؟ لا في المناسبات السعيده بس. ليه؟ خلاص يبقى تشوف لك صرفه مع عمك بقى في حكايه الحمى دي. طب اهدي اهدي يا صلاح، كنت عايز استحمى اسخن الميه وهي تيجي. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا بابا. انا جايب لكم فطير ايه مولع، دي بالسكر والقشطه ودي باللحم المفروم. ربنا يخليك لينا. كلهم يا ولاد عشان يرم عظمكم. شكرا يا بت. اوعى الواد التخين ده تشرب. لا خلي عندك ده بقى. الله انا هسربه. ماشي. امك ما تاخدش خبر. انا ما جيتش عندكم، ما تضيعونيش. ربنا يخليك لينا. ابوك ده راجل طيب بشكل ده، انا كنت هموت من الجوع. لو سمحتي يا مموزيل، ممكن اقابل محرم بيه؟
معقول؟ عز ازيك يا سام؟ الحمد لله. ازيك انت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بابا كلم محرم بيه عشان يشغلني وقال له تجيلي على طول من بكره تشتغل. يا خبر، ده انا كمان بشتغل هنا. بجد والله؟ قلت لي بقى، وانت مين بقى اللي شغلك؟ محرم بيه برضه. الحقيقه هو راجل طيب قوي، كل الموظفين هنا بيحبوه. تعالي بقى معزمك على حاجه ساعه جوه. اتفضلي. اخر جمال عبد الرحيم بيه، راجل كله ذوق وخدالي تمليك ب 100,000 جنيه. مش معقول. هو اللي جابك تشتغلي مع الناس الغلابه اللي زينا بقى؟ ايوه. حاضر يا فندم، ثانيه واحده. عن اذنك. انا لسه صاميه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. بقول لك ايه، انا حاسس ان انت مش مستريحه في الشغله اللي انت فيها دي. مين قال حضرتك كده بس يا فندم؟ اصل انا احس بالموظفين بتوعي قوي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. عشان كده بقى انا بقول يعني تستلمي البوسطه بتاعت مكتبي. انا متشكره على الثقه دي يا فندم. مبسوطه؟ طبعا. قشطه يا باشا. باركلي يا صلاح، اتنقلت من المكتب اللي انا فيه بزياده 5 جنيه. باركلي انت الاول، خدت شهاده المعافاه من الجيش. هيجيك فرحه صحيح. بس
استلم معاك مني الزبط الجزمه دي اللي جابها تنيل الكسر. يا ستي ما انا ملصمها لك، وبعدين دي عمرها الافتراضي انتهى من زمان، عامله فوق ال 100,000. يعني امشي حافي يا استاذ من هنا الاول الشهر عشان عمرها الافتراضي انتهى؟ يا ستي معلش هبقى اديها الواد حسن يبعتها للجزمجي، اهو صاحبي ويقدر يكرمها فيها. اه زمار ضغط في رجلي يا صلاح، خد امسك الزفته دي. جسمي مدغدغ من التعب، انا مش عارفه اعمل اكل ازاي. انا اسف مش هقدر اساعدك النهارده، انا يا دوب هخش انام لساعتين لغايه ما تغسلي القميصين والبنطلون اللي عندك، بس الاول خش غيرك. حاضر. رضا يا ماما، الوادي حبت عيني عي من نومه على الارض، خلوه بقى ينام في وسطيكم لحد ما يخف. يا ريت يا سامية تقرطفيلي الملوخية وتخرطيها وتعصري القوطة وتبشريلي البصلة وتحطيهم على النار وتقفي قدام الله البوتاجاز تاخدي بالك من التخديعة. يا رب صبرني. يا ريت يا صلاح تقول لها يعني لو ما كانتش تعبانة تنقي حبة رز وتغسل بالمرة شوية المواعين اللي في الحوض، أصل أنا يعني كده تعبانة وهمدانة ومش قادرة أقف على رجلي. سامعة شاهدة أنا هبلغ النيابة. هقول لك كده يا بابا، تعيش بقى الطاقة أول ما نيجي هقول يا خدي شقة في أي حتة أبعد عن القرف ده. خلصتي؟ خلصت. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ نفسي اقعد بقميص النوم براحتي، نفسي يبقى لي شقه اتحرك فيها زي ما انا عايزه، نفسي يبقى لي بيت ابقى حره فيه. انا عارف. يا حسني بلاش تجيبي اكل للعيال قدام التلفزيون، بينسوا نفسهم وبياكلوا. والله ما تسيب العيال تاكل، انت هتقعد تقر عليهم ولا ايه؟ اختي؟ قومي يا اختي، خشي لاخوكي جوه علشان يعمل لك الواجب. ما تسيبيها تتفرج على الفيلم. وانت يخص عليك ايه؟ ما كله بيجي فوقنا فوخ انا. يا اختي قومي يا من ده، انت خليه يعمل لك المساله تحت الحساب اللي انت ما انتش عارفاها. يلا روحي. بقول لك ماما حلالي الواجب. ها؟ بتقول لك ماما حلالي الواجب. حللها الواجب. روحي قولي لامك ان اختبارها مش هعرف اعمل اي واجب. ما تزعليش بقى، انا خلاص هطق، ما بقيتش قادر استحمل اكتر من كده يا صلاح، وانت يا حبيبي مش قادر تعمل حاجه. ان شاء الله من بكره هقدم على شقه من شقق النقابة. ايوه بس دي هتاخد لها 5 سنين 10 سنين ويا عالم بقى. معلش يا حبيبتي استحمليني شويه عشان خاطري. لا مؤاخذه هاني، تسمح بيه. بقول لك ايه، هنا خطر قوي، ما تيجي عندي في المركب والبحر امان. انت شايفنا يا راجل انت؟ شايفكوا وعين قوي يا بيه. طب غور انا مالي غور. كان عايز منك ايه ده يا سلام؟ ولا حاجه. بقول لك ايه، ما تيجي نروح عند بسام او عنده شقه ويقدر يسيبها لنا ساعتين ثلاثه.
تحطش ايدك عليها، دي مراتي. مظبوط الوضع دي يا حضرة الظابط. لما انتوا متجوزين حبكت وانتوا عند الناس؟ لو حضرتك عندك مكان تاني قول لنا. انتوا جيتوا؟ خليك نايم، خليك كد. ولو امك كمان عايزه تيجي تنام معانا اهلا وسهلا، انا ما عنديش مانع. طب انا في ايدي اعمله وما عملتوش. اوعى كده، اوعى. شايفاني في ايدي حاجه اعملها وما عملتهاش. هو الجواز من غير شقه تبقى عيشه؟ انا احترت يا عز، هو مش قادر يعمل اي حاجه. ما هو يكلم مامته تخف عليك شويه يشوف لك شقه. الو. ايوه يا فندم. حاضر هجيبها لك حالا. الاسمنت هيوصل بكره ابو سعيد، جهز اذنك للسلام. اتصرف يا اخي، وانا كل حاجه اعملها بنفسي؟ ده انتوا مجرم صحيح. صاميه اهلا 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 يا باشا. سيجاره مسخيه. معقول انا ما بدخنش؟ قشطه يا باشا، انا كمان ما احبش الحريم اللي يدخن ابدا. محرم بيه البوسته. بوسته ايه؟ البوسته دي هتمسكها عزه، انت خلاص هتبقي سكرتيرتي الخاصه. امال فين السكرتيره؟ زهقت مني، قصدي أنا زهقت من شغلها، دي بتبوظ لي الشغل كله يا صامية. خطها يقرف، إنما أنت بقى هتريحيني في الشغل، أنت قصدك محامية وهتنفعيني في قضايا كتير قوي. يعني المرتب هيزيد؟ حضرتك هتزود لي مرتبي؟ طبعًا يا صامية، بس يا ريت بقى تهتم بنفسك زي الأول كده. فين تسريحتك الجميلة؟ فين ابتسامتك المزهزة؟ طب ما تيجي افرجك على مكتبك الجديد. اتفضلي يا قشطه. قشطه حلاوه. اتفضلي اهو مكتبك. اتفضلي اقعدي. شفتي مكتب جميل وجنب اوضتي وكل العده كامله، قصبت الدبابيس والختامه واللزاق والدوسيات وكل حاجه. مبسوطه يا ماما؟ مش كفايه اللي انا فيه؟ عيل ايه بس اللي عاوزاني اجيبه؟ يا ابني يا ابني، انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ الناس كانت وش. الناس تاكل اللي تاكل، المهم انا هصرف عليه منين؟ ما انت عارفه البير وغطاه. يا سلوى بنتي. يا بنتي ماما عاوزه ايه انت؟ خدي كوبايه شاي واديها لقابلتك ساميه. وما كل حاجه سلوى سلوى، ليه تعسلوى وفين سلوى؟ طب روحي يا لطفي روحي. شوف شفت العيال وخفت دمهم؟ ده العيال دول بيبقوا عزوه. ايوه يحسسوك كده انك انت عايش في الدنيا وهيملوا عليك البيت. مش لما نلاقي البيت الاول يا اخويا كله برزقه، هو ربنا بيسيب حد؟ وانا اقول لك كمان.
كده يا صلاح، انت هتنام؟ قوم قول لمراتك على اللي انا قلت لك عليه. يا ماما ما تصبري عليا شويه، وبعدين ساميه كمان مش عايزه. مش عايزه؟ مش عايزه بكيفها ولا ملهاش في الخلف؟ لا اذا كانت الحكايه كده بقى لازم تتجوز غيرها. اه ولا انت عاوز تعيش طول عمرك بقى من غير ذكرى؟ اظن ملوش لزوم الكلام ده. طب انا بقى هبطلها حجتها دي ولما اشوف. ايه مالك يا صامية؟ ماليش. لا لا لا، انا شايف عينيكي مسحة من الحزن. مش انت صامية اللي شفتها اول مرة، انا احب سكرتيرتي الخاصة تبقى مزهزة عشان تريحني. انت محتاجة ترويشة، تغيير. تغيير ايه؟ تغيير جو. واضح انك بتمر بأزمة. عارفة انت لو حضرت الحفلة اللي انا عاملها ببيت الليلة دي هتزهزهي قوي. العم انا برا ومستنيين الاذن. مش مهم، الفستان ده بقى عليكي. يا سلام لما تحضري بيه الحفلة هتجنني تهوسي. حضرتك ناسي ان انت متجوزة؟ وماله؟ قشطة يا باشا. مفيش حاجة في الدنيا تخليني افكر ابص لواحد غير جوزي. أعوذ بالله، مين قال كده؟ أنا أهم حاجة عندي الأخلاق. عشان كده بقى أنت معزومة أنت والأفندي بتاعك في الحفلة بتاعتي. والفستان أهو يا ستي، احضري بيه الحفلة وبعدين ارجعيه تاني. قشطة يا باشا. صلاح بص، ايه رايك بقى في الفستان ده؟ ايه ده؟ اصل احنا معزومين عند محرم بيه. وايه دخل محرم بيه في حاجه زي دي؟ ما هو اللي جايب لي الفستان ده عشان احضر بيه الحفله. وقبلتيه منه ليه؟ انت قصدك ايه صلاح؟ قصدي ان ست محترمه زيك ما تقبلش فستان زي ده من راجل غريب. انت بتخرب بتقول ايه؟ ما قبلتش الفستان ده يا سي صلاح الا ما عرفت انك هتكون معايا في الحفله. وقلت هرفع عن نفسنا شويه بدل الكبت اللي احنا فيه ده. يا ستي ما تفهمي، المفروض انا اللي اجيب لك الفستان ده مش محرم بتاعك. هل جابين خناقه مع بعض؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ هو انت جبت وانا قلت لا يا اخي؟ ويكون في علمك بقى انا بعرف احافظ على نفسي كويس قوي في وجودك او في غيابك. البتاع ده يرجع لصاحبه حالا. سامية انت غلطانة يا سامي، وابني بقى عنده حق. لو سمحتي ده موضوع يخصني انا وصلاح وبس. نعم نعم نعم، ولا وعرفنا الرد. لكن الحق مش عليكي، الحق على ابني اللي مش عارف يوقفك عند حد. عارفة كده يا صلاح؟ وما يعجبوش ليه بقى يا ست هاني؟ يا ماما كفاية كده. لا مش كفاية، المرة دي يا اخويا جابت لك فستان، من عارف المرة الجاية هتجيب لك ايه؟ ما تتكلم يا صلاح، كل موضوع بيني وبينك هتتدخل فيه هما. يا سامية ما تتكلميش كده. يا خيرتها يا صلاح؟ وكمان ده البنت دي مش كفايه تحطوني في عيشتي؟ انا من يوم ما دخلت بيتك ده شفت الشوم واحد عادل فيك. شغلات وخدامه، ده يسخط وده ينظر، ويا ريت عاجب، يا ريت حتى في كلمه حلوه، وحضرتك واقف تتفرج عليا، محسوب عليا راجل وبس. انا لو كنت اعرف ان انت هتتنكدي بسببي. بسببك ولا مش بسببك؟ الظاهر اني اتعودت على كده. مفيش حد مرتاح يا صامية. اروح بعيد ليه؟ ما انا قدامك. طب وانت ايه اللي تعبك يا استاذ محمد؟ انا مش سعيد، الناس كلها حزان بتنق عليا، يمكن عشان عندي شقه عميل وشركه استثمار كبيره غير مشروعات تسمين العجول والالبان وما يتفرع منها من جبنه وقشطه. كل ده وعايش وحداني، لا اب ولا ام ولا ابني يقول لي يا بابا تعبان، مش لاقي صدر حناني لحضنه. أنا اسمك. شبابي راح فين؟ دور عليه تلاقيه. يوه بقى تعدي لي يا بنت عشان اسرعك. اي الجزمة دي مالها سخنة كده ليه؟ أكيد حد من العيال طلع بيها مشوار. يلا
يا طلعة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة خوخة خوخة. يا ولاد يلا خلاصوا خلصوا اللبس، انا خلاص خلصت السندوتشات، عاوزين نقعد مده طويله في الجنينه ما تعطلوناش. يا طلعه من باب الحمام وكل خد علي خوخه 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 ومشيت يا حبيبي. ايه عايزه ايه يا ولاد؟ اربطي الجزمه يا بابا. ما تربط لها الجزمه، اربط لها الجزمه يا اخويا، ما تعطلناش خلينا نخرج. عايزين نخرج. طيب مش بعادة يعني يخرجوا كلهم يوم الجمعة؟ ايه؟ زعلانة ان احنا في البيت لوحدنا؟ لا بس حاسة انها حاجة مش طبيعية بصراحة. امي عاوزانا نجيب عيل. نعم؟ انا حاولت افهمها ان احنا مش عايزين دلوقتي، لكن قالت انك ما بتخلفيش. يا سيدي امك تقول اللي تقوله، المهم ان احنا متفقين وعارفين مصلحتنا فين. وانا يعني مش عايزة ابقى امي يا صلاح، بس الحكاية دي لما يبقى لنا شقة لوحدنا. اديك شايف احنا مش عارفين نعيش، هنجيب عيال كمان نغلبهم معانا؟ يا ست احنا متفقين 100%، بس هما خارجين دلوقتي وسايبين لنا البيت، عاوزين نعمل ايه؟ نلبس طقمية؟ صلاح احنا خارجين يا صلاح، مش هنرجع الا بعد صفارة الجنينة. يا ولد يا صلاح، لو جه ولد هنسميه مصطفى على اسمي يا ولد. بابا لو جت انت نسميها سام. ماشي يلا اتفضل يلا يلا يلا. عاجبك اللي بيحصل ده؟ يا حبيبتي حاولي تفهميني وتقدري اللي انا فيه. اهبب ايه واقدر ايه؟ ده انا عرفت العيشة دي، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. ده انا مراتك يا اخي راعي شعوري شويه. جرى ايه يا ساميه؟ ابوك وامك واخواتك عارفين احنا قاعدين ليه مع بعض الساعه دي، حتى سلوى، حتى سلوى الصغيره كمان عارفه، مش بعيد يكونوا انا للجيران كمان. يا اخي انا عرفت من العيشه دي. الله، طب ما انا كمان قرفان، بس في ايدي ايه اعمله؟ تطلعني. صلاح يا ريت لو تنقل القضيه دي كمان وتحطها في الدوسيه بتاعها. زهقت بقى من نقل القضايا وتحديد المواعيد والتنازل، بس حاجه عدله. مالك يا صلاح؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ ازيك يا عزيزي؟ ازيك يا صلاح؟ الحمد لله على السلامة. خير؟ خير. سامية بعتني عشان عايزاك. ليه ما قلتليش انك عايزة تكلميني النهاردة الصبح؟ سامية اللي انت طالباه ده صعب عليا وعليك، انا عاوزك تفكري. جوازنا ده كان غلط من الاول يا صلاح، وصعب ان احنا نستمر. ممكن اعمل اللي انت عايزاه لو قلت لي ان في انسان بيمر في ظروفي يقدر يعمل اكتر من اللي انا بعمله. انت مش قادر تعمل حاجه خالص يا صلاح، ده احنا من يوم ما اتجوزنا كل اللي حوشناه 150 جنيه على كل الهدى والغلب اللي احنا فيه. هنشوف شقه ازاي وحياتنا هتتعادل امتى؟ كل اللي بعمله ده وبتقولي اني ما بعملش حاجه؟ شغال صبح وليل وطلعان عيني ومستحمل، وانت ولا مقدراني ولا محاسبيه، طول النهار انت وهي حاطين نقرك في نقر بعض، وكل ده بيقع على دماغي. ما تنسيش ان المستقبل كله قدامنا. انا ما طلبتش اكتر من حد. تاكدي يا سامع اني لو ملياش خير في امي يبقى ملياش خير في حد. احنا صعب ان احنا نتفق مع بعض في الظروف دي يا سامح. انا اسف، انا مش هقدر ادخل بيتكم تاني الا ساعه الطلاق. حاسس باللي انت فيه، ما تتسرعش يا ابني، مراتك دي بنت حلال ومعدنها طيب. ما كانتش طلبت الطلاق وسابت البيت ومشت، لو هي طلبت طلاق هطلقها. يمكن يا ابني ظروفنا هي اللي. ما تقولش كده يا بابا، ده انتوا اهل.
سامية كانت عاوزة تمسك الدنيا كلها بإيدها مرة واحدة. أعذرها يا ابني، سامية عمرها ما حست بالأمان. أنا عارف إن أمها ماتت وهي لسه صغيرة وتربت مع مرات أبوها. سامية يا ابني اتجوزتك عشان حست إنك أنت بتحبها، بس يا خسارة ما لقيتش في بيتنا الأمان اللي هي محتاجاه. بابا لو سامية ما حستش بالأمان فده عشان معاملة ماما ليها، بحبها ليا وخوفها الزايد عليا ضيعوا سامية مني. أنا ما بقولكش كده عشان متضايق من ماما، لا، بس هي مش حاسة إن أنا كبرت. أرجوك كلمها وفهمها إن أنا محتاجها دلوقتي أكتر من أي وقت تاني. يا ابني روق ووحد الله، ده حتى سامية من الأول ما كانتش نافعاك. خف شوية يا حسنية، سامية لسه مراته، ده عاوزة تعيشه من غير خلفة. اسمع يا ابني، الست اللي تطلب الطلاق من جوزها تبقى شايفة لها شوفة. اتقي الله يا حسنية، حرام عليك. حرام عليا لو ما كنتش أوعي ابني. اسمع يا ابني، انت قبل ما تطلقها تخليها بقى تبريد بالحق والمستحق قدام المأذون. لحسن دي بعدين هتلعب بيك الكرة في المحاكم. حسنية انا عايزك في كلمتين. يلا. انما قوليلي هي سامية ما جاتش امبارح ليه؟ هي عايزة يومين اجازة. اجازة؟ ليه؟ حصل لها حاجة لا سمح الله؟ هتطلق. وماله قشطة؟ قشطة؟ قصدي يعني يا خسارة، بقول لك أنت رايحة لها تاني؟ أيوه. طب يلا بينا نروح لها سوا. أيوه بس ما بسش، يلا يا وزة يلا يلا. صامية اتفضلي. أنا عمي مدير الشركة اللي بتشتغل فيها صامية، اتفضل اتفضلي يا عز. قشطة قشطة يا باشا. Thank you.
لا يا انكل، انا لا يمكن استغنى عن صامية ابدا. وهتقعد في مصر لمين ومع مين يا ابني؟ وهي يعني هتقعد في البلد دي لمين وانت عارف ان دي بلد ما بتبطلش تلسن، ودلوقتي ما بقتش زي الاول، دي بقت مطلقة. ما تلم لسانك يا عديلة. حاضر. اللي في دماغي هعمله مرات ابويا، انا مش ناقصاكي. عاجبك ردها عليا؟ تلاقيها نقطت ام صلاح بلسانها. يا انكل صامية مستقبلها في القاهرة الكبرى، وبعدين هتبقى جوه عينيا، واذا كان على السكن تقعد عند عزة شوية لحد ربنا ما يفركها. انت باين عليك ابن حلال قوي، وقلبي كمان انفتح لك. وانا كمان يا انكل، ربنا يديم المعروف. عن اذن حضرتك. قشطة يا باشا. استاذ محرم انا محتاجة بعد شوية عن كل حاجة، محتاجة انسى كل اللي حصل لي. وماله، انا حديك اجازة مفتوحة. وايه ميتك هتوصلك لحد عندك، تيجي شغلك وقت ما تحبي. اهلا بيكي. تقدر تقول يا صلاح انت سبت الشغل ليه؟ ها؟ من فضلك يا ماما تسيبيني في حالي، انا عارف كويس قوي اللي انا بعمله. ايوه يا ابني، بس على الاقل يعني تقول لي علشان قلبي يستريح. ماما انا هشتغل في شغلانة واحدة بدل الشغلتين اللي انا ما وصلتش فيهم لاي حاجة. انا قررت اركز مجهودي في اللي انا درسته واللي انا فاهمه واللي في يوم من الايام يمكن يوصلني لحاجة. مش فاهمة يعني ايه الكلام ده؟ يعني هشتغل في مكتب المحاماة بس، وبعد كده ربنا يسهل. ربنا يقويك يا ابني وينصرك ويسعدك. انا ما سمعتش من زمان دعاويك الحلوة دي. يا حبيبي انا طول عمري هفضل ابنك. طبعا يا ابني. عايزك تراجع القضية دي وتديها لصلاح يكتب لي تقرير عدل. حاضر يا فندم، واضح ان عندي استعداد كويس قوي. يبقى تقرصي عليه شويه في الشغل علشان تقدري تعتمدي عليه في الوقت اللي هكون انا فيه مسافر. ان شاء الله. اتفضلي. صلاح، القضيه دي مهمه قوي وعايزاك تكتب التقرير عنها الليله. في كل مره تقولي لي مهمه مهمه وتطلع في الاخر تافه. لا، دي جريمه قتل. قتل؟ الحقيقة مش عارف. بيقول لك واحد خد الكلب بتاعه اداه السباك قال له ده بيهب فيا. صباح المزاج العالي والضرب الشديد. نهارك جديد لنجة سعادة البيع. حلوة دي. ها بيقول لك اتنين مساطين ماشيين في الشارع، بصوا ده وجنازة. التاني بيسأله بيقول له هما واخدين الميت ده ورايحين على فين؟ قال له شش، مالناش دعوة، يمكن سارقينه. حلوة دي. بريف يا بيه، ده التليفون يا بيه اللي عم بيرن. وبيرن ليه دلوقتي؟ ما سيبه يرن. لا عيب، لازم نرد عليه. الو الو، مين؟ صامية. كويس انك جيت وكلمتيني في التليفون. ايوه، ده انا عايزك ضروري، لازم تجيني هنا على البيت. ايوه، لو ما جيتيش هروح في 60 دقيقة. ازاي ده؟ بقول لك يا صامية، اذن الحديد ابو 100 طن اللي في الدوسيه بتاعك. ايوه، تروح الشركه دلوقتي وتجيبه لي حالا على البيت. انا هكلم الغفير يفتح لك باب الشركه. ايوه، صاحبه هيوديني السجن بسرعه. طيب انا هجي لك حالا، اديني العنوان. العنوان؟ اسالي عليه الغفير وهو هيديهولي.
طب انا عادي على الشركة الاول وهجي لك على طول. يلا على البركة مع السلامة. يا لك يا عم. ايه يا عم دي غفيد القبر انت؟ لازم تحترمني. انا محرم بيه على سن ورم. خبر يا بيه القعدة قعدة مزاج لا فيها بيه ولا باشا. لا انا بيه انا بيه ولا لا؟ نص وخمسة محرم بيه. انا محرم بيه. حدش بيشوفك ليه؟ يا حرام بيه. حدش بيشوفك ليه؟ يلا بقى روقوا. بقول لك ايه يا في نظام جديد جايين النهارده عايزك تروق القعده كده وتخلعوا. واجب يا بيه بص حاجه بدك زخانه. لا انا كده في التمام. يلا خد السكه انت وحبايبك. يلا يلا اخلع انت وهو. خد القتيل ده معاكم. شيل امان شيل امان عشان خاطر عظم التربه. يا ولد اهلا يا محرم بيه. حدش بيشوفك ليه؟ صامية كويس انك جيتي. اتفضلي اتفضلي ما تخافيش اتفضلي. ده انا البوليس كان هيقبض عليا وانت السبب يا صامية. المهم اني لقيت اذن الحديد وممكن تديه لصاحبتي. طب تعالي اتفضلي اتفضلي جوه اتفضلي في الصالون اتفضلي. تعالي تعالي خش خش ما تخافيش. هي ايه الحكاية؟ ابدا انا قلت يعني احكي لك على اللي حصل. اقعدي اقعدي ندردش. يلا اقعدي. اذن الحديد اهو عليك. اقعدي بس انت لا بقى وراكي بيت ولا راجل. اقعدي ندردش. من فضلك تسيبني. يا رايحه فين؟ انت مش واقف انت جيتي. انا ما صدقت ان جيتي. انا بحبك يا سامية بحبك. بحبك وانطلقت السما على الارض. مش هسيبك دلوقتي. سامية انت هتعيشي في الشقه الجميله دي احسن من الخرابه اللي انت كنت عايشه فيها. تعالي انت عايزها بعشقتك يا ابن الاجابه. عايزه تبقي مراتي انا ما عنديش مانع بس دلوقتي حالا. لا انت اكيد اتجننت. انا مجنون بيكي وهتجنن لو مشيتي دلوقتي. اجيب المأذون اجيب المأذون. ثانيه واحده وراجع لك. وهدان هات لي المأذون واتنين شهود. المأذون يا غبي. سامية ايه؟ سرحت في ايه؟ في جوازنا مش كده؟ المأذون جاي حالا. اقعدي اقعدي يا اسطى. شوفي مفيش وقت تحسبيها. لو حسبتيها كويس هتلاقي ان احنا الاتنين محتاجين لبعض. انا عايز عيل اسمه محرم وانت عايزه تعيشي ومش ممكن نوصل لده الا عن طريق الحلال على سنه الله ورسوله. قشطه يا باشا قشطه يا باشا. جواز مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك مع السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. منجي المأذون قوي وحلي له بقه. يلا مع السلامه. شد حيلك يا ابن العباقه وخد الباب وراك. يلا قشطة حلاوه. تعال تعال جميل. ده انا ما صدقت. الطريقه دي يا اخي. امال ازاي ازاي؟ طب قولي مش معقول كده. طب قولي لي ازاي؟ طب كده اهو. سيبني سيبني يا اخي سيبني. قشطة يا باشا. تعالي بس يا اخي مش بالطريقه دي. هلا عايزه حاجه يا صاميه؟ الميه بس سخنه شوي. اجي ابرد لك الميه يا حبيبتي؟ لا 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 بلاش. ليه يا قشطة؟ سيبني اتمتع بالحمام ده لوحدي. حمام العافيه يا قشطة يا باشا. الدفاع. صلاح مصطفى حاضر عن المتهم اسماعيل محمد. سيدي الرئيس حضرات المستشارين اننا امام جريمة قتل ليست بعادية. فالقاتل قد قتل اخته وثبت في محضر النيابة جريمة الزنا التي اكتشفها ذلك الاخ المسكين الذي فقط صوابه حين رأى أخته بين أحضان رجل آخر. ألا يعلم الزميل أن القانون يتيح القصاص للزوج فقط؟ أعلم ذلك ولكن كيف؟ كيف والزوج لا يربطه بزوجته سوى كلمة
حين يطلقها يمحو العار عنه. أما الأخ والأب فالعار يداهمهما حتى نهاية العمر. لذلك أطالب بمساواة الأخ والأب بقانون إثبات الزوج لخيانة زوجته والقصاص منها، ولذلك أطلب براءة المتهم. نادي على القضية نمرة 2. ألف مبروك يا أبي. أبي صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. عاجبك اللي بيحصل ده؟ يا ابني فرحانين بيك. بقولك يا صلاح يا ابني، الام مننا بتخاف على ابنها ومستقبله، ويمكن لو كنت اتجوزت سامية في ظروف غير اللي انت كنت فيها يمكن يعني كان. انت اللي بتقول الكلام ده عليها يا ماما، ما انت عارفه انها طلبت الطلاق علشان. يا ابني انت بتحبها، واذا كنت انا يعني غلطت في حقها ولا كنت قاسي عليها شويه، فعلشان كنت خايفة منها لحسن تأسيك عليا وعلى اخواتك. وعلى العموم انا مستعدية اروح لها واستسمحها عشان خاطرك. ماما نعم. انا بكون بكذب عليكي لو قلتلك ان انا ما بحبهاش، لكن هي برضو اللي طلبت الطلاق. يعني هي مش هتشتري خاطري لو انا رحت لها؟ سيبينا افكر. ما تغني يا وهدان. قليل يا ليلي يا ليلي يا ليل يا عيني يا عيني. لا كل من باع الذهب معدن اصيل جواه، ولا كل من صاحب طريقك تلقى الامان وياه. على فين يا محرم بيت؟ على فين يا محرم بيت؟ على فين يا محرم بيت؟ انا هروح بقى، واحسن زمان مراتي مستنياني بالشبشبات. براحتك يا محرم بيه. براحتك يا محرم بيه. الحال ده ما يرضيش حد ابدا. كل الليله سهر ضحكوا زيها وقله ادب. حد يسطى باش، حد يكره الفرفاشه. انت لازم تراعي شعوري بعد ما بقيت مراتك، لازم تمنع دخول المساطير دول هنا. الله، انت ليه دايما تزعقي كده؟ انسي شوية، عيشي معايا في دنيا الفرفاشة. خليني ايش لما تفوق. انا مش عايز ايدك يا اخي. يا اخي مش قادر تفهم انك وانت من تعمل كده بعرف منك. انت الخسران. يلا اسمع يا باشا. انا محرم بيه بتاع مصر. خضتني. هجيب لك طاسة الخضة، بس اجيبها لك فين؟ مش هنا يا خفيف. ده انا تعبت قوي على ما وصلت لك. مفيش حلاوه من غير نار. ماشي، وادي الحلاوه. عربيه مرشيدس 190 على الزيرو. تعجبني، احب قوي الرجاله الجدعان. وانا اموت في القشطه الفلاح. مستنيكي بره. قشطه يا باشا، قشطه. صحتك يا جميل. الست البيضة تنفع في اليوم الاسود. وحداني عايش كده وحداني. طب قومي بقى من على السرير بتاعك، شوفي لك حته تانية انامي فيها. انت عايز ايه؟ ولا حاجه، انا كده اخر قسطه يا باشا، مش عايز عكنانه ولا شبشبيه. يلا خديها من قصير وقومي من على السرير بتاعي، عاوز اتسطح. تصحيني من النوم عشان تتسطح بالزمن؟ انت بني ادم انت؟ انا بني ادم غصب عنك وعن اللي جابوك. انت قليل ادب. انت ما تربتيش ونام بقى. ده خلي ليلتك. جرايد بتتكلم عني. اتفضلش. ميرسي. الله يبارك فيك. انا اسف ان انا جيت دلوقتي، بس بصراحه كنت عاوز اسالك اذا سامي رجعت من البلد ولا لسه. سامي رجعت. طب اقابلها فين؟ في الحقيقه سامي اتجوزت. صلاح أرجوك يا صلاح ما تغلطش تاني وتحاول تكلمني.
أرجوك يا سامي لازم أشوفك. أنت راسني دلوقتي ست متجوزة؟ أرجوك ما تطلبنيش تاني، مع السلامة. مساء الخير يا صامية، انت لسه زعلانة مني برضو؟ انا اسف على اللي حصل مني امبارح، ما كنتش في وعي، بس اوعدك انه مش هيحصل تاني. طول ما انت هتفضل تاخد السموم دي اللي حصل ده هيحصل تاني وهيتكرر مليون مرة. اعوذ بالله، مين قالك ان انا هاخد السموم دي تاني؟ انا خلاص هسافر بره واتعالج سرا. بالمناسبة دي انا جايب لك فستان جميل قوي، قوم البسيه عشان نتعشى بره. قشطة يا باشا، قشطة. قشطة يا باشا. ميرسي. منورة منورة نور ما حصلش. اتفضلي. ميرسي. سامية، أنت أبيض واحدة في حياتي. ده ايه الرقة دي كلها؟ انت لسه شفت حاجة؟ كلي كلي. الله، انت ايه حكايتك النهاردة؟ يا ريتك تفضل كده على طول. انا هفضل كده على طول واكتر من كده كمان. بس سامي انا عاوز اقول لك حاجة مهمة. اتفضل. ابويا الله يرحمه قعد محروم من الخلفة 65 سنة. كان نفسه يجيب عيل ويسميه محرم على اسمه عشان يورثه، ولما جابني الدنيا ما كانتش سايعاه، كتب كل املاكه باسمي. وصانا الله يرحمه قبل ما يموت ان اجيب عيل واسميه محرم برضو على اسمه. ايه رأيك؟ يا ريت، بس انا خايف. خايفة من ايه؟ ما تزعلش مني، انت عينيك زايغه و وقلاديشك كتير. بلاش منهم يا ستي. طب والهباب اللي انت بتشربه؟ هبطله وابطل كل حاجه كمان. طب وانا ايه اللي يضمني ان بعد ما اخلف لك عيل ما ترمينيش في الشارع؟ محرم التالت ابننا. ولا برضه ما اضمنكش. اللي تعوزيه اطلبيه. خلاص، تكتب الفيلا اللي احنا عايشين فيها باسم. ايه بتقولي؟ ايه ايه؟ تكتب الفيلا باسمي. انت مبلبقه حاجه قبل ما تيجي ولا ايه؟ بالعكس، ده انا فوقت الدنيا اللي احنا عايشين فيها. انت بتساوميني عشان تخلفي لي حته عين؟ احنا قاعدين في مكان عام، من فضلك توطي صوتك. ما يهمنيش، انا هعلي صوتي اكتر واكتر كمان. مش الطريقه دي يا اخي. تعالي هنا يا حبيبي، تعالي. يا اخي ابعد عني بقى. لازم تخلفها محرم، يعني هتخلفها محرم. خش الفضايح اللي انت عاملها. خشي خشي. الله، دي مش طريقي. خشي، ربنا ياخدكم كلكم. انا اللي بجم. انت بتاع بقى، خلي بالك، احنا اللي ما نعرفش نسوق. ده انت باين عليك مسطول. انا اللي مسطول؟ ايوه مسطول. ده اللي الهباب اللي بتهدبه ده. هباب ايه؟ قليل القلم انت. انت زدتيني قليل القلم. طلع هتروح النهار. مشتري هتروح النهار. طلع بنت عشرة. يا اهلك، راحتك يا بيه. الف سلامة يا بيه، الف سلامة يا بيه. ما انا قلت لك يا بيه.
قلت لك يا بيه بدل البهدله كل ساعه والتانيه في السكه شوف لك سواق. اه الواد السواق كان مسطول وضربني بالشلوت. هو اللي كان مسطول؟ اه دي عالم مساطيل. يا ما نعرفهم يا بيه. انا بعد كده هسوق لك. لا اللي انت تعرف تسوق معايا. على مهلك يا بيه. المفاتيح ماشي يا بيه. براحتك يا بيه. على مهلك يا انا اسمها لنا اسمها لنا يا ست انت اللي في البيت اللي سبت جوزك في الشارع اتضرب بالشلوت. مبروك يا استهان انضربوا بالشلوت. احمر اخلع انت اخلع. ساميه انا لازم اخلف عيل اسمه محرم عشان يورثني ويورث العز اللي انا فيه. استرديل جوزك الاولاني تتمتعوا بيه. لا ايه ده دي مخده مخده. سابتني ومطفش. على مهلك يا بيه. انا مش قلت لك اقلع. مستنيه يا بيه مستنيه. ما كنت اغريك يا صامية زفتة. مساء الخير. بس يا صامية معقولة اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ بكرة لما يخلف هيعرف. خد اشرب الشاي. ماليش نفس الحاجة يا عز. وفيها ايه يعني لو خلفتي له حتة عيل؟ على الأقل هيلهيكي من الغرب اللي انت فيه ده. محرم مش هو ده الإنسان اللي بتمناه أب لولادي يا عزة؟ ده راجل مقرف. أنا قرفت منه ومن معاملته ليا لدرجة إنه زهقني من نفسي. بس يا زكي عاجبك اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ عارفة لو حصل لك حاجة هو أول واحد مش هيسأل فيكي. بقول لك ايه؟ ايه رأيك لو رحتي لصلاح وتخليه يرفع عليه قضية؟ أرجوكي ما تسيبيليش سيرته خالص. ده هو السبب بكل اللي حصل لي ده. أنا مروحة. استني يا سامي. استني معقولة هتمشي كده؟ ما قالليش يا الدلعادي
يلا بينا مين يوصلني. استا يا حلاوه. سم كده. استا. حيواتين يا سفله. انت عليك الادب ومجنونه كمان. انا مجنونه مع 10 واحد زيك. انا اهون عليا اموت دلوقتي ولا اعيش معاك لحظه واحده. لو انت راجل طلعني. مش هطلعك وحارفك في عيشتك، ولو طفشتي هطلبك في بيت الطاعه. يلا يا اميره. يلا. يلا يا استا. مجنونه. يلا. الهي وقف حالك يا محرم يا ابن محرم. زي ما عرفت حد ده كده الشركه تخرب. شفتي من اللي عليها يا جماعه؟ بعد ما عمل اللي عملته ما بيرجعش بيته خالص. عامل ايه؟ يهون عارفه بقى. مش يمكن لها راحه ثانيه؟ الا ساميه عامله ايه دلوقتي؟ قلت لي على اللي حصل لك، قلت لازم اجي لك. اتفضل. مش عارفه اقول لك ايه صلاح، بس وجودك هنا مفاجاه ليا. أنا آسفة أقولك إنه مجيك هنا دلوقتي غلط. لا مش غلط. أنت اللي لازم تسيبي البيت ده دلوقتي حالا. أرجوك يا صلاح، أنا زي ما كنت مخلصة ليك وأنا مراتك، لازم أخلص لمحرم لأني مراته. مش لأنه إنسان كويس، لكن لأنه جوزي. جوزك؟ لكن عمل فيكي إيه؟ هو ده الراجل اللي يستحق إنك تفضلي مخلصة له. لو كنت نسيتي اللي بينا يا سامية أنا منسيتش. أرجوك يا صلاح، مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. لا في داعي. اللي حصل لك ده من تحت راسه هو، ولا أنت وصلتي للمستوى اللي أنت عايزاه وخايفة تستغني عنه؟ كفاية إهانة يا صلاح. لو رجعت نفسك كويس هتلاقي إن أنت السبب في كل اللي أنا فيه دلوقتي. يظهر إني ضيعت وقتك سامي. أنا جايلك النهاردة عشان أقولك إني حطيت رجلي على أول الطريق الصح، وعاوزك تبقي جنبي. لو وافقتي هطلقك منه عشان نبتدي مع بعض من جديد. على العموم يا سامية، لو عوزتيني أنت عارفة أنا فين. سامية بالنسبة لي انتهت خلاص. طيب ممكن اروح لها؟ ماما ارجوك كفاية كده. يا ابني هي ملهاش في الطيب نصيب، بس توعد ماما حبيبتك انك انت هتنسى الموضوع ده خالص. يا حبيبي يا ابني. الشقة كويسة قوي يا ماما، بس ايه بقى يا اخي الكلام؟ احنا تحت امرك يا بيه. المنطقة كلها، كل المنطقة دي اللي سيادتك شايفها، مشاغبات وضرب سكاكين ومطاوي ونسوان بتتطلع. وايه بعد اسبوع احلى سعاده البيت هتبتدي الاواضي تنزل عليك تلف زي الرز. يا رب يا معلم. الله. بس بقول لك ايه؟ ايوه سعاده البيت. انت شايف احنا لسه شباب وفي اول الطريق، فنزل الفلوس شويه وبعدين اي قضيه هتلاقينا جنبك. يا بيه احنا خدامينك تحت امرك، واللي تامر بيه ماشي. خلاص نكتب العقد. نكتب بيه. بس ماما. ماما. نعم. مكين يا ماما. جبت شقة في مبابة وهعملها مكتب أنا وزميلتي سوسن، والعقد أهو. بجد ألف مبروك يا صلاح. مبروك يا ولد.
مبروك يا ابني. يفتح حلو قوي. تعرف يا ولد صلاح؟ صلاح مصطفى المحامي. هلا واسم محامي ده. بس خلي بالك يا ولد، انت في اول الطريق. انا عارف يا بابا، المهم اني لقيت. طب قول لي، قول لي يا صلاح يا ابني، عملت ايه بقى في الشقه اللي انت كنت قدمت فيها في النقابه؟ اهي دي بقى هسيبها لاولادي في المهم بعد. حبيبي ربنا يديك طول العمر ويعليك كمان وكمان ويسعدك ويديلك كل اللي في بالك. ربنا يخليكوا ليا. ربنا يخليك يا ابني. مساء الخير يا استاذ. حضرتك حرم الاستاذ محرم محرم؟ ايوه خير. الباقيه في حياتك. عمل حادثه وهو جاي من البلد، واتضح انه كان تحت تاثير مخدر. انت متاكد؟ ايوه يا فندم. والست اللي كانت معاه نجت ونقلناها للمستشفى. لو سمحت استنى. سامية دي من يومها وهي محظوظة. شايف العز اللي هي فيه ده؟ غير الشركة وفلوس البنك وغيره وغيره. البقية في حياتك يا سامية، شد حيلك. صلاح كان عاوز يجيلك لكن انا قلت اجيلك انا بنفسي. انت تستاهلي كل خير. متشكرة. سلام عليكم. البقية في حياتك يا سامية. الباقي في حياتك يا مدام سامية. ان شاء الله كل حاجة هتمشي في الشركة زي ما كانت. شد حيلك. متشكرة. شد حيلك يا مدام. شكرا. خلي بالك على نفسك يا سامي. شكرا يا سامي. وبعدين يا سامي، انت بقالك سنة على الحال ده. وماله الحال ده؟ واحدة ست غنية، عندي عربية وشركة كبيرة، واقدر اشتري أي حاجة نفسي فيها. وصلاح اللي دايخ وراكي؟ صلاح ماضي، بحاول أنساه. وحياتك؟ عايشة. صحيح مش عارفة ازاي، بس لأول مرة بحس إن عندي فرصة الاختيار. طب ممكن تقوليلي بقى، انتي واخداني ورايحين على فين النهاردة؟ هنروح يا ستي نشتري شوية فساتين وحاجات لازمين، وبعد كده نروح نتغدى في اي حته تعجبك. اوكي اوكي. ايه ده، انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ بلغ البوليس يا عبد. احنا دخلنا الشقه بامر من النيابه يا هانم. انت بتخرب بتقول ايه؟ انا صبحي زكريا محامي المرحوم يا فندم. القانون بيقول ان الولد يرث ابوه والام لها نسبه معينه من التركة، ده في حالة عدم وجود وصية. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ في وصية مكتوبة، إذا أنا جبت ولد يورث كل حاجة، وأبانا وصية عليه لغاية ما يبلغ سن القانوني. يعني ايه؟ يعني الأستاذ محرم جوزي طلب مني إن أجيب له ولد، والأستاذ هو اللي كتب الوصية. وما جيتوش ليه من زمان؟ كنت مستنية لما أشوفه هيجي ولد ولا بنت، وهو جا ولد. والمحكمة أمرت لي بتنفيذ الوصية لابني محرم. ابن محرم؟ ابن محرم؟ مش ممكن. انتوا كذابين، انتوا كذابين.